أهلا بحضراتكم. بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقس مائل للبرودة بالليل وفي الصباح الباكر، وحيكون مائل للحرارة في النهار على شمال البلاد وحار على جنوب سيناء وجنوب البلاد. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن الجو النهاردة من دكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. دكتور محمود، صباح الخير عليك. صباح الخير على حضرتك أستاذة منى وعلى كل السادة المشاهدين. الجو أخباره إيه النهاردة؟ احنا طبعا مكملين في حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، بنشهدها يمكن من بداية الأسبوع الحالي أو خلال الفترة الحالية. الرياح في أغلبها طبعا معتدلة على أغلب مناطق الجمهورية. الاستقرار ده متوقع أن هو يستمر معانا حتى يوم الأربعاء القادم إن شاء الله. هتكون فيها درجات الحرارة في حدود 28 درجة مئوية بالنسبة للقاهرة الكبرى، بتنخفض اقل من كده انخفاض طفيف كلما اتجهنا شمالا في اتجاه السواحل الشماليه، وبترتفع قليلا كلما اتجهنا الى محافظات ومدن الصعيد. طبعا مع سطوع اشعه الشمس وهدوء سرعات الرياح خلال فترات الظهيره، بنشعر باجواء ما بين الحاره الى مائله للحراره وحاله من الدفء على اغلب مناطق الجمهوريه. خلال ساعات الليل بتكون درجات الحراره منخفضه، زي ما قلنا دايما بيكون في فرق كبير ما بين العظمى والصغرى لنفس اليوم. لو اتكلمنا كمان اليوم عن حركه الملاحه البحريه على البحرين الاحمر والمتوسط، البحر المتوسط معتدل وارتفاعات الامواج فيه بتوصل ل 2 متر، لكن البحر الاحمر بيوصل ل 2.5 متر. لكن الخرائط اللي امامنا بتشير انه على نهايه الاسبوع الحالي متوقع مرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ده هيعمل على حاله جويه غير مستقره على مناطق من شمال الجمهوريه. تمام، الشبوره النهارده كانت موجوده يمكن الصبح بدري وقت الفجر كده، هل ده كان موجود على كل الطرق الزراعيه؟ بالتاكيد احنا كنا حاطين فرصه لتكون الشبوره المائيه الخفيفه على العديد من مناطق الجمهوريه الموجوده في نطاق شمال الجمهوريه. بنتكلم عن محافظات القاهره الكبرى والوجه البحري، السواحل الشماليه، ايضا مدن القناه، وبتوصل في بعض الاحيان لبعض المناطق والطرق الموجوده في محافظات شمال الصعيد، لكنها كلها شبوره مائيه خفيفه غير مؤثره بشكل كبير ولا تؤدي لانخفاض في مستويات الرؤيه الافقيه. تمام، اعمل الملاحه ما فيش عندنا فيها مشاكل؟ الملاحه طبعا زي ما قلت لحضرتك البحر المتوسط معتدل تماما، البحر الاحمر بتوصل عليه ارتفاعات الامواج لحوالي 2.5 متر، وبالتالي نقدر نقول ان البحر الاحمر ما بين المعتدل الى المضطرب في بعض الاحيان، ولكن 2.5 متر ليس مضطرب بالشكل الكبير. هو فقط العنصر المهم اللي حابين ناكد عليه هو حاله عدم الاستقرار في الاحوال الجويه المتوقع انها تبدا على نهايه الاسبوع الحالي، ودي تعتبر اول حاله جويه مؤثره او حاله عدم استقرار مؤثره هتبدا خلال هذا الموسم. دي متوقع ان يكون معاها امطار هتوصل في بعض الاحيان الى متوسطه وغزيره ورعديه في بعض الاحيان على مناطق من سواحلنا الشماليه. ظروف الحاله دي هتكون على مدار الجمعه والسبت، فحابين نوجه تحذير للساده المشاهدين من خلال حضراتكم، خاصه الموجودين في نطاق محافظات ومدن السواحل الشماليه سواء السواحل الغربيه او السواحل الشرقيه ومحافظات الوجه البحري، لأن الأمطار قد تصل يوم السبت القادم إلى غزيرة في بعض الأحيان على بعض المدن والمحافظات الساحلية وبعض محافظات الوجه البحري. المفترض أن كميات وفرص الأمطار بتقل بشكل تدريجي كلما اتجهنا جنوبا في اتجاه محافظات الوجه البحري، علشان كمان محافظات جنوب الوجه البحري ومدن القناة يكون لها فرصة من هذا الانخفاض في درجات الحرارة. أكيد، كل الشكر ليك الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا خلينا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. نبتدي من القاهرة اللي العظمى فيها 28 والصغرى 18، العاصمة الإدارية 29-17، الإسكندرية 26-20 والعالمين 27-19، مطروح 24-19، دمياط 27-21، بورسعيد العظمى فيها 27 والصغرى 23 والإسماعيلية 30-17.
السويس العظمى فيها 30 والصغرى 19، العريش 28 17، كاترين 23 والصغرى 4. الشتاء وصل بدري عند كاترين زي ما احنا شايفين في درجات الحرارة. طابة 27 16، حلايب 30 22، شلاتين 32 23، شرم الشيخ 32 23، والغردقة 32 20. الفيوم العظمى فيها 29 والصغرى 15، بني سويف 30 15، الوادي الجديد 31 19، اسيوط 31 14، سوهاج 30 15، قنا 32 15، الاقصر 32 16. اما اسوان بتسجل اعلى درجه حراره النهارده العظمى فيها 33 والصغرى 17.